السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله النهارده منزل لكم دليل اخطاء الغسالات جميع انواع الغسالات ان شاء الله الايرور بتاع المشكله بتاع الخطا علشان تقدر توصل للجزء اللي فيه المشكلة وتحل المشكله بسهوله ده في كل انواع الغسالات جميع انواع الغسالات وفي كمان ثلاجات ان شاء الله النهارده الفيديو ده يا ريت تستفادوا منه ان شاء الله وان شاء الله لو حد محتاج ان انا ابعت له البرنامج مفيش مشكله هسيب لك الرقم التليفون على الواتس وان شاء الله لو عايزني ابعت لك الصور برضو هسيب لك الرقم على الواتس اي حد محتاج الصور ابعت له الصور الايرورات او حاجه هبعتها له مفيش اي مشكله اسيبكم ان شاء الله مع الفيديو وان شاء الله يا رب يعجبكم ولو عجبك الفيديو لو انت اول مره تخش القناه لو عجبك المحتوى اضغط لايك ودوس وتعليق ونشترك في القناه وشير واسيبكم ان شاء الله نهايه الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته